السلام عليكم، لاباس عليكم؟ بخير، صحه لاباس. مرحبا بكم في قناه سميره تيتو للطبخ والحلويات. اليوم ان شاء الله غنقدم لكم هذا الدجاج فريمون هذا اللي مشوي في الفران، تيجي هائل بزاف. هذه الفخيطات ديال الدجاج وتنتمنى انه يعجبكم. وهذه الفخيطات تاع الدجاج هما اللي عطيت الاخت سناء الكناني في ميد راديو، تنتمنى انه السلام عليكم، لاباس عليكم؟ بخير، صحه لاباس. اليوم ان شاء الله غنقدم لكم واحد الدجاج. هاد الدجاج كنت عطيته في ميد راديو، تنتمنى انكم تجربوه. الفخيطات ديال الدجاج هادو تنتمنى انكم تجربوهم، لان فريمون تيجيو لذاد بزاف. دونك عندي هنايا واحد الكميه ديال الفخات تاع الدجاج، غندير لهم الملحه والبزار. غنمشي معكم ايطاب هاد الاولى، غندير الملحه والبزار. هنا وغندير لهم واحد الكميه 80 غرام ديال الزبده. هنايا تقريبا واحد كيلو ديال الفخيده تاع الدجاج، دونك غندير لهم 80 غرام ديال الزبده. دونك غنخلطهم مزيان، يتماريناو مزيان بهاد الزبده، وغادي نغطيهم فيلم اليمونتير وغادي نخليهم واحد على الاقل واحد ساعه المكانه يتماريناو ليا بهاد الزبده مزيان. هذا دونك دابا غادي نغطيهم وغادي نخليهم ونتلاقاو ان شاء الله من بعد ساعه المكانه. الوغ هنايا من بعد ما ترقد لينا الدجاج مزيان في الزبده، هانتوما شوفوا كيفاش يبسات عليه. دونك عندي لا شابلور، غندير معاها جوج معالق ديال الثومه بودره صغار، معلقه هذا معلقه ديال لا جوج معالق ديال البصله بودره، ومعلقه ديال الثومه بودره، معلقه لاروب ديال التحميره، معلقه ديال الموطارد بودره، عندك شويه ديال الزعتر، شويه ديال الزعتر بودره اللي ما بغاش بلاش، والقزبر ومعدنوس لا والمعدنوس بوحدو، غير المعدنوس يكون طري ما يكونش اليابس. دونك نحرك مزيان الملحه، راه حنا دايرينها ديجا مع الفخيطات. دونك غنهز بالفخيط فخيط، دونك غادي نحطهم، دونك غنهز بوحيده بكويس باغ كويس، وغادي ندير لها هكا في هاد لاشابلور. هكذا ونحط في لابلاك، ومن بعد غديرهم في الفران 50 دقيقة حتى يطيبوا مزيان، يدخلهم الطياب من الداخل، وتقدموهم ان شاء الله افيك اون سالاد ولا دونك هكذا بهذه الطريقه، وتنزلوا في لابلاك. فوالا تنزلوهم في لابلاك دونك، ونخشيهم في الفران ونتلاقاو ان شاء الله من بعد ملي يخرجوا لنا من الفران. تيجي ولداد هاد سميتو هاد الفخيطات ديال الدجاج، يجيو فريمون ولداد. هانتوما الزبده اللي تتبقى كارمه في هاد سميتو انا غنلصقها فيه. شي
الزبده كيفاش يبسات فوقهم. فوالا فوالا صافي، انا كملت الكميه كلها. دونك غنهز هاد الزبيده اللي بقات وغادي نحطها فوق كل واحد باش ما يجيوكمش ناشفين. هما اصلا ما تيجيوش ناشفين لان محزقين مزيان في الزبده، دونك ما تيجيوش ناشفين. المهم نتوما هاد السبيده اللي بقات ديروها هكذا فوقهم وغادي نخشيهم في الفران. الفرن على 200 درجة واحد 50 دقيقة، وعينكم عليهم وتقلبوهم ملي تشوفوهم تحمروا من الفوق قلبوهم. نتلاقاو ان شاء الله في السيرفيس. هنايا الفخيطات ديال الدجاج ديالنا هما جبدناهم من الفران، تيشهيو الريحة هائلة، تنتمنى انهم يعجبوكم. دونك حنا نقدموهم في التغسيل، انا درت فيهم شويه لاغوكيت و غنقدمهم. دونك الدجاج ديالنا هو هذا، فريمون 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 زبده زبده، عرفتي فتي ما نقول لكمش عليه، تيجي هائل في المذاق، تنتمنى انه يعجبكم. جربوه وما غاديش تندموا عليه لان فعلا رائع، وسا شونج وغنحتاجوه بزاف في رمضان في شهيوات رمضان.